طبعا كل الشكر ليك يا كابتن اسامه، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهده ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. طبعا في البدايه بقول يعني وبهني الشعب المصري بالذكرى 48 لحرب وانتصار اكتوبر المجيد، ودايما يا رب مصر في خير وفي امان يا رب، ودايما مزيد من الامان لمصر واهلها وشعبها يا رب باذن الله. طبعا يا كابتن اسامه احنا النهارده موجودين وانطلاق بطوله الدوري الجمهوريه 2003. طبعا احنا الاسبوع الماضي او يوم السبت الماضي كنا في انطلاق دوري الجمهوريه للشباب وفوز فريق النادي الاهلي مواليد 2001 على فريق الشرقيه للدخان بخمس اهداف نظيفه. انطلاق النهارده انطلاق دوري الجمهوريه لفريق 2003 ومباراه هنا على ملعب النادي الاهلي بمدينه نصر تجمع ما بين فريق النادي الاهلي مواليد 2003 وفريق الشرقيه للدخان ايضا مواليد 2003. منذ لحظات الكابتن سيد غريب اعلن تشكيل النادي الاهلي لهذا اللقاء، لا يكون في حراسه المرمى الوافد الجديد او القادم من وادي دجله الحارس ادهم مسيحه، قدامه اثنين مساكين عبد الجواد عبد الرحمن ومحمد احمد اشريه، في اليمين زياد اسامه، في الشمال خالد محمد السيد، اثنين في قلب دايره المنتصف محمد وائل ومصطفى ابو الخير، قدامهم ثلاثة يوسف شريف، وده أحد الصفقات اللي ضمها النادي الأهلي قادما من مصر المقصة، هيكون يوسف شريف وميدو نبيل ورأفت خليل ورأس الحربة سمير محمد. طبعا انت زي ما انت استعرضت يا كابتن اسامه اربع صفقات مهمه جدا عملهم فريق النادي الاهلي هذا الموسم، منهم طبعا ادم سيحه ومصطفى مخلوف القادم من الترسانه وادم من وادي دجله، وايضا محمد حمدي ميسي من وادي دجله، وايضا اللاعب يوسف شريف القادم من مصر المقص. ايضا اقول لك على تشكيل فريق الشرقيه للدخان لهذا اللقاء، هيكون في حراسه المرمى محمد عاشور، قدامه اثنين مساكين يوسف عارف وعبد الفتاح احمد، في اليمين عبد الرحمن مصطفى، وفي الشمال محمد جمعه، ثلاثه في قلب دايره المنتصف احمد سعد بلحه ومحمد سيد واحمد ياسر، قدامهم ثلاثه زياده محمد حسن محمود مرسي وعبد الخالي عبد الرحمن. من النقاط المهمه جدا يا كابتن اسامه اللي يعني لدى وصولنا او تواجدنا هنا في قطاع الناشئين في النادي الاهلي، عايز اقول لك ان الامر الخاص باذاعه المباريات ده عامل حافز كبير جدا مع فرق قطاع الناشئين والمدربين كلهم واللي بيسالوا احنا الماتشات بتاعتنا هتتذاع امتى. عايز اقول لك نقطه مهمه جدا بتحسب لقناه النادي الاهلي والمسؤولين في قناه النادي الاهلي، اكبر حافز للاعبين موضوع اذاعه المباريات على الهواء. انا هينضم لي ايضا في هذه الاثناء مستر مايكل بروكيتش المدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي الاهلي، ومستر والكابتن ابراهيم منصور مترجم قطاع الناشئين في النادي الاهلي. كابتن ابراهيم برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي وبرحب بمستر مايكل. كنت بتكلم مع الكابتن اسامه في نقطه مهمه جدا، وهو اكبر حافز للاعبين دلوقتي ان اللاعبين بتشوف مباراتها على شاشه قناه النادي الاهلي، هو شايف الامر ده ازاي وانطباعه وانعكاسه على اللاعبين؟ السلام عليكم. Zdravím všechny fanoušky, to nejdříve. Tak samozřejmě, že vždycky, když naši hráči je potřeba, aby si zvykali, že jsou pod drobnohledem, že je vidí lidé, že je vidí fanoušci, že zabírají kamery a měli by jakoby být na to připraveni už od začátku, takže je to fajn, je to příjemné. طبعا السلام عليكم الاول، انا برحب كل جماهير النادي الاهلي وقناه الاهلي، اهلا وسهلا. طبعا دي حاجه مهمه جدا للعيبه ان هم يبقوا يتحطوا تحت ضغط ويعرفوا ان المباريات بتاعتهم متصوره وان الناس كلها شايفاهم، فدي طبعا بتكسبهم خبرات اكتر وبتعودهم على الاجواء اللي بعد كده في الكره البروفيشنال، ان كل الماتشات بتبقى متصوره وان الكاميرات واخده كل تحركاتهم وكل شغلهم في الملعب يعني، فدي حاجه كويسه جدا وبحيي قناه الاهلي على كده. عايز اتكلم مع مستر مايكل على التعاون مع الفريق الاول وتوحيد طريقه اللعب، بنشوف في الفرق قطاع الناشئين كلها بتلعب ب 4 2 3 1 نفس الطريقه المتبعه في الفريق الاول. Ano, tak samozřejmě pro nás, my máme v rámci sektoru kompletně sjednocený způsob hry, který je ale pro nás důležitější než rozestavení. To znamená, vyplývá to z nějakého pokrytí hřiště a vzdálenostmi mezi hráčema. Co se týče A týmu, tak si myslím, že daleko více je to způsobeno tím, že momentálně trenér Musimány je zaměřený na moderní pojetí fotbalu a my přemýšlíme stejným způsobem, takže to dohromady se snoubí. Nicméně my musíme myslet na to, že naši hráči můžou hrát i v jiných klubech potenciálně, nejenom v prvním týmu. Když to řeknu jednoduše, musí být připraveni hrát pod jakýmkoliv trenérem a v jakýkoliv soutěži, nejenom v jednom systému.
اول حاجه احنا في قطاع الناشئين هنا موحدين اسلوب اللعب ومبادئ اللعب كلها بين الفرق، واحنا هنا يعني ما بنركزش قوي في التشكيل على قد ما بنركز في اسلوب اللعب، واسلوب اللعب ده بينبع من استغلال المساحات والتركيز ووقفه اللعيبه في المساحات في الملعب، وطبعا ان الناس بتشوف ان احنا هنا يعني اسلوب اللعب شبه الفريق الاول، عشان كابتن موسيماني طبعا بيتابع الكره العالميه وعارف الاتجاه العالمي رايح على فين، فهو منتج من ده. احنا برضو شغالين حسب الاتجاهات العالميه، وهو برضو شغال حسب الاتجاهات العالميه، عشان كده بالمواضيع متشابهه. وحاجه ثانيه اللعيبه، يعني احنا لازم نجهز اللعيبه عندنا في قطاع الناشئين اول حاجه عشان تلعب مع الفريق الاول، وتلعب مع الفريق الاول تحت اي قياده اي مدرب وتحت اي تشكيل، فهم لازم يتعودوا على اسلوب لعب مش على تشكيل معين بل على اسلوب لعب، عشان كمان اللعيبه اللي احنا هنا في قطاع الناشئين اللي بننشئها او بنربيها ممكن مش كلهم يلعبوا في الفريق الاول، فممكن كمان يلعبوا في فرق دوري ممتاز، فلازم يتعودوا على كذا تشكيل وكذا اسلوب. فاحنا هنا في القطاع يعني مركزين على توحيد اسلوب اللعب اكتر من توحيد تشكيل اللعب. عايز اختم مع حضرتك، يعني التعاون المثمر ما بينه وما بين الكابتن خالد بيبو، نشوف تطور تام بيشهده قطاع الناشئين في النادي الاهلي، شايف الامر ده وهو تاني موسم ليه، وايضا انطباعه عن اللعيب المصري خاصه ان ده تاني موسم ليه مع النادي الاهلي. ايشتي هراتش سيز ليبشلي اوبروتي من السيزون نبونا 100% chci poděkovat. Ono totiž ten rozvoj je potřeba vnímat v několika úrovních. Jedna je technická, co děláme s hráčem, jaký máme informaci o hráčích. Druhá stránka z hlediska rozvoje jsou trenéři, ty lidi, kteří učí ty hráče, jak mají být. A třetí stránka je facility nebo nějaká infrastruktura, kde to budeme vykonávat. A po všech stránkách makáme momentálně na 100% a já děkuju klubu, že takhle přemýšlí o juniorském sektoru, protože děti a junioři jsou budoucnost egyptského fotbalu. طبعا تطوير حصل، طبعا تطوير في السنه اللي انا كنت قاعد فيها، وبشكر طبعا الاداره وكابتن خبيبو على كده. وبالنسبه لكلمه تطوير دي، التطوير دي ليها ثلاث ليفل او ثلاث عناصر او ثلاث مراحل. اول حاجه اللعيب، اول حاجه الفنيه اللي احنا بنعملها مع اللعيب، ايه الحاجه اللي احنا بنعملها مع اللعيب عشان يؤدي واجباته في الملعب. ثاني شق اللي هو المدربين، ازاي المدربين بتنقل التصور بتاعي على اللاعبين وازاي بتشتغل معاهم عشان يطبقوا الفكر الحديث. وثالث حاجه بقى اللي هي امكانيات النادي والفاسيلتي بتاعه النادي والجزء التنظيمي، وده طبعا يعني احنا شايفين ان النادي مهتم جدا دلوقتي بقطاع الناشئين، وبشكر طبعا كابتن خطيب ومجلس الاداره على وكابتن خالد بيبو يعني على الدعم ده. شكرا كابتن ابراهيم، واتمنى التوفيق لمستر مايكل ويكون موسم موفق ليكم السنه دي باذن الله. شكرا جزيلا. شكرا. كابتن اسامه، ده كان لقاءنا مع مستر مايكل بروكيتش المدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي الاهلي. عايز اختم معاك اخيرا بطاقم التحكيم اللي هيدير هذا اللقاء، هيكون مكون من محمد خالد عبد الفتاح حكم الساحه، هيعاونه ممدوح مرسي مساعد اول، واحمد عادل عبد الفتاح مساعد ثاني. دي كانت كل الكواليس، كل الاخبار من هنا من ملعب النادي الاهلي بمدينه نصر قبل انطلاق مباراه الاهلي والشرقيه للدخان. اخيرا بس يا فاروق، اخيرا طمنا على مصطفى مخلوف. طمنا على مصطفى مخلوف، سمعنا ان كان امبارح في التدريبه الأخيرة قبل المباراة كان في كدمة أو في احتكاك، وهو هيغيب النهاردة. بالفعل يا كابتن أسامة، من التمرين الأخير كان حصل الاحتكاك كده وكدمة ليه مصطفى مخلوف. أنت عارف إن الأمور ديت الجهاز الطبي بالنادي الأهلي بيتعامل معاها سريعا، فضل الجهاز الفني إن هو يريحه، لكن إن شاء الله مع أول مران للفريق عقب هذه المباراة يكون موجود في التمرين. طمنا عليه. أيضا بيغيب اللاعب أحمد داوود طبعا للإصابة، وأيضا كريم عثمان لحصول على الثلاث إنذارات، وأيضا اللاعب ميدو أسامة اللي اطمنت عليه أيضا لسه عايد من إصابة، عناصر مهمة جدا بيفتقدها النادي الأهلي في هذا اللقاء، لكن سريعا إن شاء الله تعود ويكون مع فريق النادي الاهلي واستكمال المشوار باذن الله. ان شاء الله. بنشكرك، شكرا جزيلا يا فاروق. شكرا جزيلا لزميلنا ومراسلنا فاروق صلاح اللي حطينا في اخر الاستعدادات هناك في ملاعب الناشئين بمدينه نصر. نروح نشوف التقرير ده مع بعض عن اخر استعدادات فريق الاهلي 2003 لمواجهه الشرقيه الدخان النهارده في مباراه الاسبوع الاول في دوري 2003، وبعدها نروح لفاصل، وبعد الفاصل استقبل نجوم الاهلي الكبار الكابتن محمد حشيش والكابتن اسامه عرابي والتحليل الفني، ولكن بعد الفاصل.